سوري أنا سوري بلا بلد رح صفي، كله عم يرفس عم ياخد خلفي سلفي، عنا مقاوم بيشعل وبيطفي سوري بلا وطن رح صفي، كله عم يرفس وعم ياخد خلفي سلفي، عنا مقاوم بيشعل وبيطفي وكملت معنا معارضة مختلفة. واقف عالبحر عم اخد سلفي، عايريني الجربة وطعمة خلفي، سوري أنا سوري بلا وطن رح صفي، كله عم يرفس وعم ياخد خلفي سلفي، داعش وحالش والاقتلاف المخصي، ايه نفس الخ والريحة مختلفة، روسيا وأمريكا والمجتمع الدولي كمان نفس الخ والريحة مختلفة. فقرة سلفي سياسي، إعداد وتقديم جلال الطويل وإخراج خالد أطرميز. مرحبا مستمعينا مرة تانية ببرنامجكم سلفي وبفقرة سلفي سياسي. رح ناخد سيلفي هالمرة للشيخ معاذ الخطيب، اللي كتب على صفحته الشخصية على الفيسبوك كلمة لوجه الله حول القائد زهران علوش. من المحن في هذه الثورة أنه لا يكاد يقوم اسم فيها إلا ويسارع الجميع إلى تحطيمه. شيخي، بيوم السبت 11/5/2013 باجتماع للهيئة السياسية للائتلاف الوطني وبحضور جميع أعضاء الهيئة ومنهم حضرتك شيخنا، وقتها كنت أنت رئيس ائتلافها، فات الناشط خالد أبو صلاح واللي كان ممثل للحراك الثوري في حمص، وأخذ الإذن بالحكي ليحكي وليعطي رأيه بالمفاوضات مع النظام ضمن جنيف 2. ولمن بلش يوضح سبب رفض بيان جنيف، رديت أنت عليه شيخنا صارخا قائلا: من أنت لتحاسبنا ومن جعلك وصيا على الثورة؟ ما بعرف كيف كان يعني ردك القاسي جدا عليه، مع أنه استأذن وبشهادة الجميع. بعد قام أحد أعضاء الائتلاف عن الحراك الثوري الأستاذ واصل الشمالي بالرد عليك قائلا: لماذا تصرخ؟ يعني قال لك هو: لماذا تصرخ؟ فقد سأل سؤالا ومن حقه معرفته ومن واجبك الرد. وبتقلي: من المحن في هذه الثورة أنه لا يكاد يقوم اسم فيها إلا ويسارع الجميع إلى تحطيمه. بس أنا حبيت ذكرك شيخنا أنك من وقتها كنت عم تحطم، يعني لأنه الذكرى تنفع للمؤمنين شيخ. كمل الشيخ وقال: ونصيحة الغيور شيء وكلام الشامت شيء آخر، وقد رأيت حملة قد انطلقت سهامها في وجه زهران علوش لكلمة قالها مثل النار ألقاها في أرض الغوطة أرض الشهداء. أخالف أخانا زهران في أمور كثيرة سلما وحربا، ولكن بدل أن تتشاطروا عليه وعلى أمثاله فكروا مرة بالضغط الذي يقعون تحته، أصابوا أم أخطأوا، وفكروا لماذا يظهر التطرف.
عفوا شيخنا إذا بتريد يعني ظاهر التطرف يعني هو متطرف هيك أنت عم تقول. فكروا لماذا يظهر التطرف يعني هو صار يعني أنت عم تتهمه هيك بالتطرف. هذا حسب حكيك، أنا ما قلت شي والله، ولا رح نقص ولا حرف من خطابك. أخالف أخانا زهران في أمور كثيرة سلما وحربا، ولكن بدل أن تتشاطروا عليه وعلى أمثاله فكروا مرة بالضغط الذي يقعون تحته، أصابوا أم أخطأوا، وفكروا لماذا يظهر التطرف وما فعلته الدول والنظام بالشعب السوري بدل الركب على أكتاف من رقابهم على السكين. هلأ كل واحد بخالف زهران وبيهاجمه بالحكي مو برصاص بيكون عم يركب على أكتافه، على أكتاف من رقابهم على السكين. فإذا أنت شيخنا راكب على أكتاف زهران علوش، لأنه أنت قلت قبل شوي أنك بتتخالف معه بالرأي وبتختلف معه بكتير شغلات وبتختلف مع كتير عالم غير زهران، وفي ناس بتخالفهم الرأي وهنن بيخالفوك الرأي وممكن تهاجمهم بالكلام وهنن يهاجموك بالكلام. الله يرضى عليك شيخنا، الله يرضى عليك، نزلنا ونزل حالك، لأنه هي مو ركبة، هي ركبة ونص، هي ركبة أو كوع. وأكمل شيخنا قائلا: قلت مرة أن زهران علوش يحمل هم أمه، فجن البعض، وحمل هم أمه لا يعني الخطأ والصواب، فذلك شيء آخر، هذه حالة إيمانية ونفسية. وأسامة بن لادن ومروان حديد رحمهما الله على سبيل المثال كانا يحملان هم الأمة في صدريهما، ولكني أعتقد بعدم صواب منهجيهما. زهران علوش يحمل هم أمة، هي بعدين مفندة بآخر الفقرة بقلك شو رح يحمل زهران. بس يعني أسامة بن لادن رحمه الله يحمل هم أمه، ما رح ناقشك هلأ وقلك أنه يعني ما رح ناقشك بقضية الترحم عليه، لأنه بدك تقلي الرحمة بتجوز على الميت وعلى الحي. بس يعني بما أنه بدك تقلي هذا الحكي وأنه كمان أنت يعني مبارح نزلت بوست عن الرحمة والقصاص وكذا، فيعني برأيك شيخنا الترحم على حافظ الأسد بجوز؟ لأنه على حسب حكيك لازم نترحم على حافظ الأسد، يعني مثلا ما بيجوز نلعن روحه؟ ما بعرف، فتيلنا ياها شيخي، فتيلنا ياها، لأنه يعني نحن من أول الثورة وفي ناس كتير عم تلعن روحه، ففتيلنا ياها، الله يرضى عليك. سيادة شيخنا أنت يعني محسوب على المعارضة السورية وكنت رئيس الائتلاف، ولهلأ حضرتك بتمارس هذا الدور بطريقة أو بأخرى، يعني من فترة كنت مع الروس، ومن فترة كمان كنت مع الأمريكان، ومن فترة كنت مع الإيرانيين، وخدت معك أعضاء من الائتلاف جكارة بالائتلاف كرئيس وفد معارضة سورية، ورحت لتفاوض من أجل الشعب السوري، مع أنه يعني ما بعرف مين أعطاك الحق بهذا الشيء، يعني وأمرهم شورى بينهم، ما هيك؟ طب شاورنا، يعني اكتب على صفحتك، يعني اكتب على صفحتك أنه مو بس رحت مثلا وشاورت الروس وحكيت معهم، لا اكتب لنا انه بدي روح، شو رايكم يا شباب؟ منفوت منعلق لك مثلا، منقول لك روح او لا تروح، هيك شورى، يعني شاورنا، لانه بتصير بعدين شاورما بالقصة. يعني كيف بده يستقبلك كيري ولا لافروف ولا لافروف وكيري لافاش كيري طلعوا هدول، لا لافروف كيري لا ما كيف زبطت لافروف كيري كيف بده يستقبلوك شيخنا؟ يعني عن جد كيف بده يستقبلو حكيك وانت عم تقول انه أسامة بن لادن يحمل هم أمه؟ ما بعرف، هاي حر، يعني انت حر، ما عنا مشكلة، بس يعني اذا انت مقتنع بهذا الحكي انا بنصحك انه ما تروح تفاوض عنا، يعني ما حدا كلفك، يعني انت كحدا دبلوماسي معقول يعني تصرح هيك تصريح بعد ما ساوى بن لادن بالعرب وبالمسلمين وبالشرق الأوسط؟ يعني كل اللي ساوى يعني كسمعة وكتشويه،
طبعا عند رأيك ما بعرف يعني، بس يا سيدي هي مو دبلوماسية أبدا، هي دبلو تنكية مو دبلوماسية أبدا، ما إلى علاقة بالماسية. النوايا بحاسب عليها رب العالمين، وهي ما بتعنينا بشي يعني، ما لازم تكون عذر لحدا. مو ممكن إنه أعذر أسامة بن لادن على كل شي سواه لأنك أنت بتعتقد وبتصدق نوايا. ما بيهمني أنا إنه يحمل علوش همي لأني أنا ما خولته بتشخيص وحمل همي. الله بيحكم على النوايا والبشر بيحكموا على العمل. شيخنا يعني أنت أكيد إذا واصل لهون فأنت عندك شي طريقة للكشف عن النوايا أو طريقة لنعرف إنه فلان يحمل هم الأمة وشو هي حالته النفسية والإيمانية؟ لأنه يعني حابين نتعرف على مثلاً على هم بشار الأسد، بركداً الزلمة بيطلع حامل همنا بس كمان أسلوبه غلط، بيطلع حامل همنا بس اللي حواليه مو مناح. طبعاً شيخنا هذا رأيك الشخصي ونحن أكيد منحترمه لأنك أنت حر فيه، بس الله يسترك يا شيخنا. إذا بدك تصرح هيك تصريحات لبقى تروح على اجتماعات دولية وتحكي بالدبلوماسية يعني من هذا النوع، يعني تحكي عنا بدبلوماسيتك أنت وتحملنا هم دبلوماسيتك. يعني نحن صرنا أنت شايل هم الأمة وزهران علوش شايل هم الأمة وأسامة بن لادن شايل هم الأمة ونحن شايلين هم دبلوماسيتك شيخنا، بكفينا همنا. الله يرضى عليك. والله ما بعرف كيف تعطي يعني كيف تعطي رأيك عن زعيم تنظيم القاعدة وبتقول: أعلنت جبهة النصرة في سوريا ولاءها لتنظيم القاعدة بزعامة أيمن الظواهري. هذه بيعة من أبناء جبهة النصرة ومسؤولهم العام، نجددها لشيخ الجهاد الشيخ أيمن الظواهري حفظه الله. وهو ما دفع الخارجية الأمريكية إلى تصنيف جبهة النصرة في ديسمبر الماضي كمنظمة إرهابية معتبرة إياها فرعا للقاعدة في العراق. رئيس ائتلاف المعارضة السورية أحمد معاذ الخطيب الذي شدد في غير ما مر على أن جبهة النصرة جزء من الثورة السورية سارع إلى التعليق برفض ما تسعى إليه القاعدة في بلاده. فكر القاعدة لا يناسبنا، وعلى الثوار في سوريا اتخاذ قرار واضح بشأن هذا الأمر. لا، وبس تحط أمريكا جبهة النصرة على لائحة الإرهاب تتراجع وبتقول: وتبعا لذلك أقول بكل شفافية إن القرار باعتبار إحدى الجهات التي تقاتل النظام جهة إرهابية تلزم إعادة النظر فيه. شيخي الله يسترك، رسينا على بر شيخنا. يعني مرة بتقول فكر القاعدة لا يناسبنا، ومرة تانية بتقول جبهة النصرة ليست تنظيم إرهابي مع أنها أعلنت انتماء للقاعدة وأسامة بن لادن يحمل هم أمه. ساعة طاسة مي باردة وساعة طاسة مي سخنة، قربنا شيخي. بعدين زهران علوش قلك شو قال عن جبهة النصرة؟ سمعنا خالد. جبهة النصرة فصيل إسلامي مقاتل منتشر في سوريا، وهم إخوة أولو بأس شديد وأولو نكاية في الأعداء في النظام النصيري، واشتركنا معهم في عدة معارك، فوجدنا رأينا منهم الإقدام والجهاد الطيب والعمل الدؤوب، وأنا شخصيا اجتمعت بشرعي جبهة النصرة الأخ أبو ماريا قحطاني من فترة ليست ببعيدة، والحقيقة يعني ما وجدت فرقا بين شرعي جبهة النصرة وشرعي جيش الإسلام، وقلت لو أننا يعني كنا تشكيلا واحدا لكان أبو ماريا هو شرعي جيش الإسلام، ولربما لو أننا كنا تشكيلا واحدا أيضا كان شرعيون هم شرعيو جبهة النصرة. كما أني يعني أثني كذلك على أخي الفاضل القائد أبو محمد الجولاني الفاتح الذي من خلال اجتماع جمعني به قديما منذ حوالي عامين
لمست فيه الحرص على مستقبل الأمة ومع طلب العلمي وثقافة إسلامية عالية وحسن سمت وأدب في الطرح والمناقشة. هذه نظرتنا لإخواننا في جبهة النصرة. طيب هذا رأي زهران علوش اللي أنت عم تدعم. طيب شو رأيك برأي المفتي الشرعي لجيش الإسلام أبو عبد الرحمن سمير كعكة؟ تحب تسمع؟ اسمع. جبهة النصرة، من هو أبو محمد الجولاني؟ إيه بيعرف محمد الجولاني؟ ما حدا بيعرف. حدا بيعرف ولا ما بيعرف؟ بس صورة معروف. لا لا ما له صورة. لا ما له صورة. حطوا له صورة على الفيسبوك. صورة كذب. ما هو ما هو؟ محمد الجولاني شافه الشيخ زهران قال لي الرجل حديث اللحية والشوارب. وشوفه ما ما يعني ما بيعرف إنه هذا محمد الجولاني. فقال له من أنت؟ قال له أنا رجل من المسلمين. قال له أنا اسمي زهران بن عبد الله علوش بدوما وواوا إلى آخره. أنت مين؟ قال له أنا رجل من المسلمين الذي يقاتل تحت راية محمد جولاني، يقاتل تحت راية عمية قولا واحدا، لأنه هذا رجل مجهول ولا يجوز القتال تحت يعني رجل مجهول. أيوة هيك نحن منفوت بالحيط. على إفتاء مين بدنا نمشي؟ على إفتاء الشيخ زهران؟ ولا على إفتاء الشيخ الكعكة؟ ولا على إفتاءك شيخنا؟ جبهة النصرة هي جزء من الثورة؟ ولا اللي بقاتل تحت راية الجولاني يقاتل تحت راية عميلة؟ ولا فكر القاعدة لا يناسبنا؟ ضعنا سيدنا، ضعنا شيخنا، كتروا الفتاوي، عن جد صار معنا إفتاء. ويكمل شيخنا قائلا: أما ما يتهم به الرجل من اختطاف أختنا رزان فقد تكلمت مع الرجل مرات بعضها وجها لوجه وأقسم لي وأنا أصدقه في ذلك. قالوا له للحليف، قال لهم إجاني الفرج. بس يعني زهران هو ما تعاون أبدا، ما تعاون أبدا، ما عطى أي شيء للقصة. وبلقاء لزهران مع خالد أبو صلاح بتاريخ 20/1/2014 كان عم يسأله عن ذات الموضوع، فقال: في سؤال مهم وقضية كبرى تطرح بالتحديد ضد جيش الإسلام وضد الجبهة الإسلامية، هي قضية المختطفين في الغوطة الشرقية، وهم النشطاء الأربعة الذين يعرفهم كل السوريين ولا يستطيع أحد أن ينكر جهدهم في الثورة السورية، وهي رزاز زيتونة وسميرة خليل ووائل وناظم حمادة. هؤلاء المختطفين أنتم متهمون فيهم بشكل مباشر، لأن المنطقة التي اختطفوا منها هي دوما، ودوما بالكامل تحت سيطرة جيش الإسلام. الحقيقة هذه المقدمة غير صحيحة. نحن ليس لنا ولا جندي واحد ولا مجاهد واحد في مدينة دوما، قواتنا كلها في الجبهات، نحن لا نجلس في المدن. الذي يجلس في المدن بعض الكتائب المتسكعة التي تجلس لتقتات من عطيات الناس، أما نحن فلا نجلس في المدن، وليس لنا أي جندي في مدينة دوما إلا على سبيل الإجازة، إذا كان نزل من قطعته العسكرية على سبيل الإجازة فينزل ليجلس مع أهلي يوم أو يومين أو ثلاثة ثم يخرج. ولذلك نحن في الحقيقة لسنا لا نمارس دورا أمنيا في البلدات، نحن عبارة عن جيش عسكري بكل ما تحمل الكلمة من معنى. نحن فرق عسكرية وكتائب عسكرية، كتائب مدفعية وكتائب مدرعات وكتائب مشاة وكتائب اقتحام وكتائب مضادات دروع وكتائب صواريخ وما إلى ذلك. نحن عبارة عن جيش لا نمارس دورا أمنيا، وإنما هناك جهات أخرى تمارس دورا أمنيا هي التي تسأل عن هذا. الأخ ياسين الحاج صالح وهو مناضل معروف لدى معظم الناس السوريين، وهو زوج السيدة سميرة خليل فرج الله عنها، يتهمكم ويقول أنكم لم تتعاطوا مع الأمر بجدية. وبالفعل يعني ما طرحه الأخ ياسين يعني شيء بديهي، أنتم لم تعطوا هذا الأمر أهمية كبرى كجيش الإسلام. طيب أنتم موجودون على الجبهات، ألا كل الناس تعرف أن دوما هي مسقط رأس جيش الإسلام؟ كيف في داخل المدينة وكيف يخطف ناس وأنتم لم تتعاطوا مع الأمر بجدية؟ كيف يعني يستوي هكذا الكلام؟ حقيقة أول ما حصلت هذه القضية يعني نشرنا بيانا يبين موقفنا تماما بجلاء منها.
ثم حولنا الأمر إلى مركز التوبة ليحقق في الموضوع، ولا نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك. طبعا هذا الكلام اللي تهرب فيه زهران علوش من قضية المختطفين، وعلى قولته أنه هو على الجبهات وأنه هو جيش وما عنده أمن وما عنده أجهزة أمنية وما عنده ما له فاضي الزلمة على الجبهة. طيب بس بلقاء تاني قال هناك ضباط انشقوا أيضا من قبل النظام بمهمات رسمية، وقد أمسكنا بعضهم وهم عندنا في السجون الآن. ادعى الانشقاق ليركب موجة الثورة ثم يخرب من الداخل. معناته عندكم سجون الآن؟ والله عندنا سجون. لا، الأهم من السجون عند المخابرات. عندنا عندنا سجن سميناه التوبة، وباب التوبة مفتوح لكل المجرمين. هلأ طلع عنده يعني مخابرات وطلع عنده سجون قبل شوي كان عميل لي عجبهات. والله ما فهمت، يعني فهمنا شيخنا، فهمت علي انت شي؟ طبعا بعد كل هاي الوعود والأخذ والعطاء وبعد كل هذا التهرب، وبتاريخ 31/8/2014 بمؤتمر صحفي بالغوطة بيقول زهران: سؤالي للشيخ زهران، ما الجهود التي ستبذلونها لتحديد ملابسات اختفاء رزان زيتوني وأصدقائها في مدينة دوما منذ أشهر؟ الحقيقة القضاء يعني عمل في هذا المجال، ونحن كنا قد شكلنا لجنة لمتابعة هذا الموضوع، لجنة أمنية، ومن أيام فقط يعني أرسل لي تقرير عن الموضوع. هناك يعني ربما لا أستطيع أن أصرح بشكل، ربما بعد فترة نصل إلى أطراف خيوط. والملفت للنظر أن القضية تتعلق يعني ببعض الاتجاهات خارجية وما أشبه ذلك. فالحقيقة يعني نحن نتابع الموضوع، لكن الذي أريد أن أؤكد عليه أنه يمكن أجاني شيء 1000 سؤال عن رزان زيتوني، طيب والسؤال عن فاطمة وأميرة وشفاء وفلانة وفلانة من بنات المسلمين اللي يعدوا بالمئات الآلاف، شو لماذا يعني تهمل نساء المسلمين؟ نحن مع البحث عن ناشطة رزان زيتوني، ولا بس لأنه رزان زيتوني ناشطة مثلكم يعني دائما بتأكدوا عليها؟ طيب ما تأكدوا على في بالمعتقل. أنا لما كنت في المعتقل يا أخواني، لما كنت في المعتقل كان المنفردة اللي بجنبي منفردة نساء، طيب كان فيها أكثر من 10 نساء بمنفردة واحدة، يعني ما في مجال للنوم إلا على الواقف. طيب ويسمنا سوء العذاب، نسمع صوت تعذيبهم وقتلهم وضربهم بآذاننا. معتقلات النظام مليانة نساء، ليست رزان هي الوحيدة المخطوفة، وإنما هناك الألوف من نساء المسلمين. فأنا أطلب من الناشطين أن يركزوا على ملف النساء عموما، وأن يقدموا قوائم بالمخطوفين حتى لا يظهر بالموضوع أنه في خيار وفقوس، فقوائم بالمخطوفين لمعرفة يعني أو تتبع مصائرهم وفتح تحقيقات فيهم. والآن يمكن أن يكلف القضاء بمتابعة هذه القضية. أول شيء رزان وسميرة وناظم ووائل هن مركز توثيق، يعني عم يشتغلوا على توثيق الانتهاكات، ومنا اختطاف النساء يا شيخ، يا شيخ زهران، يعني هن كانوا عم وثقوا هذا الشيء، والمختطفين عند النظام ما عم نحكي عنهم لأنه كل الدنيا بتطالب فيهم، كل الثورة من أول الثورة وكل الناس بتطالب بهذا الشيء. نحن عم نحكي وعم نطالب بالنشطاء الأربعة اللي انخطفوا بمنطقتك أنت، واللي تهربت أكثر من مرة أنت من ممارسة دورك كقائد جيش، كحامل هم أمة، مو هيك وصفك الشيخ معاذ؟ أنت المتهم الرئيس بالموضوع، وانت من سنة لهلأ، يعني صار لك سنة تقريبا، سنة وشوي حتى، ما سويت شيء غير التهرب والوعود الفاشوش شيخ زهران. وبيرجع بيقول شيخنا معاذ الخطيب وبيكمل: وتأكدت من مصادر عديدة أنه لا علاقة له بما حصل، وما من فصيل أعرفه إلا وسألته، والأمر غامض، واتهام رجل لمجرد الاتهام غير صحيح، وأنا لا أعرف سر الحملة على هذا الرجل، جدوا لكم غيره، وأنصح المشتغلين به أن ينصرفوا إلى النظام الذي يقول
إما أن تقبلوا ظلمي أو أذبحكم واحدا واحدا وأقصفكم بالبراميل واحدا واحدا. هل يغار البعض إذا وصفته بكلمة أعتقد أنها أهل له وأنا أنصحه في السر وربما أغلظت له في الكلام؟ أنا ما رح رد، خلي ياسين حاج صالح هو يرد. ياسين حاج صالح هو زوج سميرة الخليل وهو مناضل سوري من قبل الثورة وقد سجن لمدة تقريبا 16 سنة، وطبعا سميرة كانت مسجونة لمدة 4 سنوات وإلى الآن هن مستمرين بالنضال. يقول ياسين حاج صالح عن الشيخ معاذ، عن حامل هم الأمة وعن المتفيهقين 4 وليس الأخت رزان وحدها يا شيخنا، ومن الأربعة زوجتي سميرة الخليل التي كانت معتقلة عند النظام الأسدي لمدة 4 سنوات ومعارضة ثابتة الموقف من النظام وشريكة في الثورة منذ بدايتها، ومنهم وائل حمادة الذي اعتقل مرتين من أجهزة النظام بعد الثورة وتعرض للتعذيب شنيع من جلادي الفرقة الرابعة، ومنهم ناظم حميدي الشاعر والمحامي الذي عمل على صون كرامة ما لا يحصى من الأسرى عبر عمله في الإغاثة. أما رزان فكانت تعمل 16 ساعة كل يوم طوال 2 و9 شهور من أجل مواطنيها وقضية العدالة والحرية، حتى اختطفها من تدافع عنهم. هؤلاء هم من يحملون هم الأمة يا سيدي، القصد طبعا عن رزان وسميرة ورفاقه، وهم من لا مطامح شخصية لهم ولا يبحثون عن السلطة ولا يريدون أي منهم أن يكون بشار جديد أو نظيرا سوريا لحسن نصر الله الأصل السيء، فما بالك بنسخة رديئة عنه. على من تقع المسؤولية السياسية عن جريمة الخطف يا شيخ إن لم تكن على سلطة الأمر الواقع التي لم تحقق في الجريمة بعد 8 أشهر، ثم حين بدأ التحقيق من قبل القضاء المحلي في دوما لا تتعاون معه جديا؟ فإذا لم تعمل سلطة الأمر الواقع على جلاء الجريمة وراوغت وتهربت على طريقة النظام، ألا تكون محط اشتباه بأنها المسؤولة قانونيا عن الجريمة أو على الأقل بالشراكة في المسؤولية مع الجنات؟ ولا تظن أننا نستنتج ذلك استنتاجا، فلدينا من القرائن والأدلة ما يكفي لترجيح شديد لمسؤولية علوش وجماعته. بالمناسبة ولمعلوماتكم يا شيخ، متكلمون من جماعة علوش قالوا صراحة أنهم يعرفون كل شيء عن الجريمة لكنهم لن يساعدوا أهالي المخطوفين لأنهم صاروا محل اتهام بالمسؤولية عن الجريمة. هذا هو المستوى الأخلاقي والسياسي لحملة هم الأمة الذين تدافع عنهم يا شيخنا. إن كنت لا تستطيع أن تكون شريكا لنا في هذا الدفاع عن النفس فلا أقل يا مولانا من أن لا تكون شريكا معنويا للمشتبه فيهم بالجريمة. طبعا شيخنا هذا رد ياسين يا شيخنا، أين ردكم؟ مو دائما بتقول أنه أنت ما عندك طابقين؟ طب رد شيخي، رح تخلينا نعمر يعني مو طابقين، رح تخلينا نسكن على السطح على الملحق ويسفقنا الهواء. فينا نفهم ليش ما رديت على الأستاذ ياسين؟ ولا شيخي انت تحتفظ بحق الرد؟ ثم أكمل الشيخ معاذ قائلا لقد جن البعض لأنه لعن أبا الديمقراطية على أمها وجعلها تحت قدمي. اللي لعن الديمقراطية هو علوش، ولست موافقا له فيما قال ولا يوافقه من حوله من خاصة إخوانه وعامتهم، وقد وقعوا ميثاق الشرف الذي يؤكد على التشاركية والتعددية والحريات العامة. يعني هو وقع على التشاركية والتعددية والحريات العامة؟ لكن ليش قال نحن نكفر بالديمقراطية جملة وتفصيلا؟ نقول للمنافقين، هذا الكلام لعلوش طبعا، نقول للمنافقين والخونة افعلوا ما شئتم لن تمروا إلى دمشق إلا على جثثنا. لن تمروا إلى دمشق للمنافقين، يعني مو النظام، لأنه هو بقلب دمشق النظام. مين عم تهدد؟ ما عم بفهم شكلك، يعني عم تهدد مو النظام، مو أنت على أساس تحارب النظام ولا عم تحارب الكل؟ سوبرمان أنت. ثم قال علوش طبعا نحن في الفسطاط الأيمن فليبشر من يقف معي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. طب شيخنا
ما أنت دائما بتقول الحرية والديمقراطية والمدنية، يعني أنت مالك بالفسطاط الأيمن؟ حسب حكي زهران طبعا، حسب حكي زهران اللي أنت عم تدافع عنه شيخنا، هو هيك عم يقول أنت بالفسطاط الأيسر، ونحنا ما منرد لك ياها شيخنا، يعني ما منقبل لك ياها بنوبة. هو اللي عم يقول، نحن ما دخلنا. وأكمل الشيخ قائلا: وعداء النظام للرجل مفهوم ومعروف وطبيعي، أما هذه الرصاصات الثورية في صدر الرجل فهي رعناء. وقولوا لي أيها المتفيهقون على الرجل، ماذا تريدون ممن لهم 3 سنوات تحت حصار يموت فيه الضعيف والطفل من الجوع، وتنزل الحمم عليه في الليل والنهار، ورأوا بأم أعينهم ديمقراطية العالم الحر، وعمل أصدقاء الشعب السوري أبطال الحرية، ووعود أكبر حكام العالم بحماية الضعفاء والخطوط الحمراء. فغدا النظام بالكيماوي يسوق مئات الأطفال والنساء والأبرياء إلى الموت الزؤام، والشرائط الحمراء تبقى ليزين بها أصحابها رؤوسهم في حفلات للمراهقين، وليس في مواقف تباد فيها أمم وشعوب. إن من يعيش مرفها لا يدرك حال من وضع روحه على كفه، ومن ينظر على الشهداء الأحياء ليس كمن نذر نفسه ليكون منهم. أخالف أبا عبد الله في أمور كثيرة، وهو يؤمن، أبا عبد الله يعني زهران علوش، وهو يؤمن بالتعامل مع النظام بطريقة، وأنا أراها بالتفاوض السياسي تبع روسيا والتقاطعات الدولية والإقليمية للخلاص من هذا الظلم. وقد أصابني ومن يؤمنون بالتفاوض والحلول السياسية الكثير من كلامه الغاضب، ورغم ذلك نقول يا أبا عبد الله أي علوش، والله إنا لنعذرك ونحس بالمرجل الذي يغلي في صدرك، وإنا لك إخوة ننصحك إن أخطأت ونقومك إن اعوججت، ونبذل لك ما نطيق ولا نعين الشيطان عليك. ويكفيك أنك وقفت شهما رجلا عندما انفض الناس، وصددت مع إخوانك غارات النظام وغارات التكفيريين يوم نام كثيرون أو جبنوا. ستخطئ يا أبا عبد الله كثيرا، فأنت رائد تقتحم المهالك، ولكن لن ندعك في خطأك، وسنقومك ما استطعنا ونساندك ما بقينا، ونعرف قيمتك مهما تكاثرت عليك السهام والحراب. أبا عبد الله فليحفظك الله. كلمة لوجه الله حول القائد زهران علوش. أنا عن جد ما بدي كتير رد، حسمعك شيخنا هدول ردا على القائد اللي انت دافعت عنه واللي بيحمل هم الأمة. هدول من قلب الغوطة ومن قلب الآبون ومن قلب برزة ومن قلب يبرود والقلمون. سمعنا خالد. هلا مبدئيا رح نحكي عن موضوع عذرة. أنشأت حركة أجناد الشام، وحركة أجناد الشام الهدف الرئيسي منها طبعا بعد إسقاط النظام هي الوقف دون الزحف السلفي على سوريا، تمام؟ بعد فترة تفاجأنا نحن كسوار إنه والله أجناد الشام بايعوا مين؟ بايعوا زهران علوش. طيب هاي الشغلة نحن كثير فاجأتنا وما اختلفنا عليها. قام شو صار؟ زهران علوش قال لهم أنتوا خذوا المليحة وأنا بدي أخذ عذرة لحالي، يعني إنه هو بده يدافع عن عذرة وبده يحمي عذرة وبده يمنع سقوط عذرة لحاله، ما بده يكون موحدة. مهم سقطت المليحة، وطبعا في كتير عالم موجودة بالمليحة بتعرف شو كان دور زهران علوش، شلون بتفوت الدبابة والبردي أم بتصور وتطلع بدون أي ضرب. هاي معروفة لأغلب السوار اللي كانوا موجودين بالمليحة بهاي الأثناء. بعد فترة انسحب زهران علوش من المليحة بمناوشات، يعني كم ضرب روسي على كم ضرب بيكسي، وانسحب على أساس إنه الشباك والعالم تقدمت وهي شغلة سلبة علينا ما راح تمر. انسحب. بعد فترة طلع فيديو إنه العالم صارت تتفاجأ إنه كيف أنت بتنسحب من عذرة. طلع فيديو قال يا أخي نحن انسحبنا من عذرة لأنه عذرة مو مهمة إلنا، مشان ندعم جبهاتنا بغير مناطق تانية. طيب كل شيء على نصورة جيب الغوطة الشرقية بيعرف إنه نحن سنة ونص عم نطالب دعم من زهران علوش، دعم إنه يجي هو يستلم جبهات أو يساعدنا بجبهات، بيقولون لا أنا على جبهة الكيمياء. يعني فعليا كانت جبهة الكيمياء وجبهة عذرة بالنسبة له كتير مهمة، هلا لا صار جبهته بجوبر بالدخانية أهم، بده يسحب من عذرة. انسحب من عذرة ونقل لوين؟ للدخانية. طبعا الدخانية العالم كله بتعرف قديش كلفت السوار أرواح وقديش كلفت مصاري لحتى قدروا ياخذوا الدخانية اللي هي على أبواب دمشق،
والعالم وصلت على حيطان يعني بينه وبين جرمانة حيطان، انك تدخل معركة لجرمانة كان هذا ضغط كتير 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 او يعني نظام. طيب طبغم فضية الدخانية كلام نقيب من الجيش السوري يعني من الجيش، قال انه والله نحن نمنا فقنا ما لقينا نقض جيش حر وبلشنا تقدمنا وبدون ولا طلقة روسي، وكل انسان عايش بالاراني هديك او قاعد عم يشتغل هني بيعرف انه كلامي مزبوط. وراحت الدخانية يلي اساسا زهران علوش تخلى عن عدرا لحتى اجل الدخانية. هلا الابون هو خط جبهة طويل وصراحة كتير قاسي على النظام، ما عم يقدر يقتحم منه شيء. زهران علوش من فترة قصيرة عمل مشكلة هو واللواء الاول وصار في اشتباك كتير كبير بيناتهم، وصلت قواص وطخ وضرب. ليش؟ لانه زهران علوش بده يستلم نقطتين او مو نقطتين، بده يستلم خطين اللي هو خط الشطة العسكرية وبده يستلم خط الوحدات الخاصة. هذول الخطين بصراحة نظام كتير عمل محاولات انه يقتحمون وما طلع بيده يقتحمون ولا رح يقدر يقتحمون طول ما الشباب لنفسهم مرابطين ومرابطين. هلا زهران علوش قدر منهم نقطة واحدة بس، نقطة يعني بغطوا 20 زلمة. بده يفوت زهران علوش لجوا. انا كتخمين يعني او كتفكير لقدام، اذا بدي اخذ بين الاعتبارات النقط اللي تسلمت من ايدين زهران علوش مثل العتيبة ولا الدخانية ولا عدرا، قولا واحدا رح يسلمها للنظام بحجة معركة مثل ما عمل بشار الاسد وقت القنيطرة، فتح معركة تشرين على اساس بده يحرر القنيطرة وراح سلم الجولان لمين؟ لبني صهيون. فهيك ناوي باذن الله يعمل زهران علوش انه يجي على اساس بده يفتح جبهة ويروح يسلم الابون لبشار الاسد واكلابه وانجاسه. الله اكبر. 8/12/2013 مجزرة في حق اخواننا المدنيين في مدينة نبك. اللهم عليك بكل متخاذل يا رب. انظر انظر يا اسلام انظر يا علوش يا جيش الاسلام، انظر يا زهران علوش، انظر ايها المتخاذلين، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن هنا في برزة والقابون محاصرون منذ 5 أشهر ونظام الأسد يقتل فينا ويقتل أطفالنا ويقصفنا. نحن هنا من 5 شهور نحن محاصرين وما حدا عم بحس فينا وما حدا عم يطلع علينا. بشرة ترين انتخابات للمجالس الائتلاف الوطني، انتخابات على الكراسي، اجتماعات بطعمة واجتماعات بلا طعمة عم بتصير باسطنبول وعم يتباكوا على دمنا. نحن اللي عم نقتل هون ببرزة وبالقابون، صار عنا كان عنا بشار أسد واحد، صار عنا كل أضرب الائتلاف بشار، كل قائد لواء بالجيش الحر أضرب من 100 بشار ودمنا برقبتك. أنت يا شيخ زهران علوش، يا شيخ زهران علوش أنت عندك لواءك لحاله أكبر من كل 100 بشار الأسد، ونحن عم نندبح وعم نقتل على إيد كلاب بشار الأسد وكلاب حزب الله عم يدقوا أرضنا، وأنت قاعد بالغطا يا شيخ زهران دم الأبون وبرز برقبتك، ونحن بنناشد رب العالمين ما لنا غيرك يا الله. برز الأبون تحترق، ما بدنا نعرف سيناريو النخصير. وهذا الحكي مو بس لك يا شيخ زهران، لو بصبح طه ولو بتيسير، وهذا الحكي كمان لك لندن قائد ألوية الفرقان. نحن هذا الحكي ما عم نناشدكن، انتبهوا نحن ما عم نناشدكن، نحن بس عم نذكركن ان التاريخ عم يسجل شو عم تعملوا فينا. نحن ما بنناشد حدا، ما بنناشد الا رب العالمين، بس هذا تخاذلكن رح يرجع لكم، وبرزة والأبون ما بتركع الا لالله. طبعا انا شيخي ما بعرف عن جد بعد ما سمعنا هدول الفيديوهات كيف انت بدك ترد او كيف انا بدي رد. انا بدي اقرا لك شويه مشاركات على الفيسبوك ردا على هذا الخطاب اللي حطيته على صفحتك. مشاركه بتقول: وبشار الاسد بيقول انه عبد العزيز الخير مو هو اللي خاطفه ومو هو اللي اعتقله، وفي ناس بتصدقه. ملاحظه، أنا كتير عاقل شيخي. هذا حدا هيك كتب بوست على، طبعا ردا على بوستك. أبو عدنان من داري بيقول: نحن لا نقدس أشخاصا، ولكن سؤال لماذا يبرود والمليحة والقصير وغيرها من البلدات والمناطق سلمت للنظام بينما علوش قابع بين جماعته لم يتحرك ساكنا. كمان وائل بيقول: الشيخ زهران كذاب، اللابتوب تبع رزان كذبه وضحت كذبه، هو بيعرف شو يعني لابتوب رزان. عامر بيقول: بعيدا عن قضية اختطاف رزان ومسؤولية زهران علوش أو حتى طريقة تعامله مع الموضوع، حمل هم الأمة شيء يحاسب عليه يوم القيامة. أما بالنسبة للخلاف مع المخطئين من حملة السلاح فأتعجب من تحويل المسألة لاختلاف آراء بينما هو خلاف ثمنه دماء. دينا بتقول: ماذا عن سرقاته وتجويعه للناس ومستودعاته مليئة بالمؤن؟ ولو أقسم لك بشار الأسد أنه لم يصدر تعليمات بقصف الناس، هل ستصدقه؟
لماذا تصدق هذا عندما يقسم أنه ليس له علاقة باختطاف رزان ومن معها؟ أما بخصوص ترحمك على بن لادن فالرحمة من أسرار الخالق، وليس لنا نحن البشر سوى الحكم على الإنسان من أفعاله. عامر بيقول: يا شيخ معاذ، فرق كبير بين عدم صوابية منهج الجماعة وبين كونهم مجرمون ولو تسلحوا بالنية الحسنة. لماذا هذا التسامح مع مرتكبي جرائم باسم الإسلام؟ علاء كمان بيقول: لا يخفى على أحد أن زهران الذي يبعد مقر قواته في جيش الإسلام عن مكتب مركز توثيق الانتهاكات في دوما بضع أمتار فقط، والجميع يعلم أنه تم اختطاف النشطاء الأربعة بعد تكرار التهديد لهم أكثر من مرة. ثم لنفترض أنه ليس بالمسؤول عن خطف النشطاء، أليس من العار أن يتم اختطاف أربع نشطاء في منطقة تقع تحت سيطرة قوات زهران وتعتبر مركز ثقله دون أن يتم الكشف عن الخاطفين؟ فادي بيقول: لا يمكن أن يجري شيء في دوما دون أن يعلم به جماعة علوش، ولا يمكن لأي تشكيل عسكري آخر أن يتحداهم في عقر دارهم إلا بغض نظر منهم أو متفق عليه. لن يقدم أحد على الاعتداء على أربع أشخاص عزل بينهم سيدتان إلا بضوء أخضر من قبل سلطة الأمر الواقع في دوما. جماعة زهران علوش وعدوا بالتحقيق بعملية الاختطاف، وحتى الساعة لم يعاينوا البيت، المكتب بين قوسين، الذي يعمل فيه الأربعة، أو يجروا أي نوع من التحقيق. وقد سبق لهذا التشكيل العسكري الذي لا يتعاون مع أحد في الغوطة والمنطقة ويتوقع من الجميع العمل عنده وليس معه، أن هدد رزان زيتوني قبل شهرين من الاختطاف وأطلق النار أمام بيتها بغرض الترويع والتطفيش. طبعا اللي قريتهم قبل شوية هدول تعليقات على صفحة معاذ، يعني من صفحة معاذ الخطيب، الشيخ معاذ الخطيب مع كل الاحترام. طبعا برد الأستاذ الشيخ معاذ بيقول: أخ فادي، أنتم مجموعة معينة أصدرتم على الرجل حكما ثم صدقتموه، صرت أعرفكم واحدا واحدا، وهذه الطريقة التي تتبعونها لن تؤدي لنتيجة، بل ستؤدي إلى انخفاض التعاطف مع قضية رزان، لأن الاتهام ليس شيئا سهلا وخصوصا في مثل هذا الموضوع. وإن كانت لديكم أدلة فانشروها على الملأ وأنا معكم، أما مجرد التطاول على الرجل والزعم بأنه قائد الغوطة وكانت تحت نفوذه، فقد كانت هناك مجموعات أخرى أقرب إليها هي شخصيا، كما يكتشف كل يوم خلايا نائمة، وأرجو أن تتكلم أنت وأمثالك بتعقل وحكمة. طبعا فادي بيقول، بيرد على الشيخ بيقول له: وقت رزان كانت توقف قدام محكمة أمن الدولة وتدافع عن الإسلاميين، كان زهران علوش ما زال بين أيدي مشايخ السلفية بالسعودية عم يتعلم كيف يدعس على الديمقراطية برجله. معاذ بيرجع بيقول له: وقت كان، برد عليه الشيخ معاذ بيقول: وقت كان زهران علوش وأمثاله تشوى جلودهم بالسياط ويخضعون للتعذيب الرهيب في أقبية فرع فلسطين، كنت أنت وأمثالك تلعبون بالدحل في الحارات ولا تميزون بين اليد اليمنى واليسرى. طبعا فادي بيقول له: عنده قضية كان عم يدافع عنها، مو كرمالي ولا كرمال سوريا، كان عم ينشوى جلده كرمال قضيته هو، كرمال معتقده الديني هو اللي بيآمن فيه، كرمال معتقده السلفي، وهي مو قضية بلد. في فرق كبير مولانا بين قضيته الشخصية وبين قضية البلد. طبعا في ردود كتير، بوستات كتير على البوست اللي نزله الشيخ معاذ، منهم بن لادن كان يحمل هم الأمة في صدره، إشارات تعجب، وهتلر كمان يا شيخنا. زويا بستان بتقول: كلمة لوجه الله في الشيخ زهران، من يومين استشهدوا 5 أطفال في الغوطة بسبب الجوع، ولا حدا ينطوي اللي الحق بس على بشار الأسد لوحده. ليش عناصره لزهران ما بيجوعوا؟ ليش بس الناس المعترين هن اللي بيجوعوا، هن اللي ما عندهم أكل؟ هذا الكلام برسم الإجابة عنه من قبل الفهمانين وأولهم الشيخ معاذ الخطيب.
محمد عطفي بيقول غزل معاذ الخطيب لزهران علوش لا يضاهيه رقة وعذوبة إلا غزل ميشيل كيلو لجبهة النصرة. حسام قطلبي بيقول يا أخي مشايخ بين بعض انتو يعني شو دحشكن؟ بيتعاتبوا، بيختلفوا فكريا، بيمدحوا بعض، يقسمون أيمان مغلظة لبعض، يقدمون مبادرات، بيعملوا كتائب، بيخطفوا نشطاء، يبررون لبعض، بيروحوا على موسكو، بيتفاوضوا مع النظام، بيقبضوا من الخليج، بيحرروا، بيحتلوا سلمية، عنفية، برامكة، بابتوما، كرجات. انتو شو دخلكن؟ ولا شو كتر الغلبة؟ وبيقول سوف لن نشتري هذا العيد شجرة، سيكون زهران علوش هو الشجرة، وسأعلق عليه مبادراتي وبوستاتي، وسنشرق معا أنا وهو والشمس من موسكو. الشيخ السوري عارف طريقه. لهون نحن منكون خلصنا سيلفي سياسي، وهذا السيلفي السياسي هو برسم الإجابة، ونحن جاهزين لنرد ولن نحتفظ بحق الرد. القصة مو شخصية، القصة قصة ثورة، هي كلمة لوجه الله حول القائد زهران علوش، هي حسنة لوجه الله، يعني كتير تكون عليها حسنة يا شيخنا يا شيخنا، والله يطفيها بنوره. فقرة سيلفي سياسي، إعداد وتقديم جلال الطويل، وإخراج خالد أطرميز. سوري أنا سوري بلا بلد رح صفي، كله عم يرفس عم ياخد خلفي سيلفي، عنا مطاوم بيشعل وبيطفي، وكملة معنا معارضة مختلفة. أنا سوري بلا وطن رح صفي، كله عم يرفس وعم ياخد خلفي سلفي، عنا مقاوم بيشعل وبيطفي، وكملت معنا معارضة مختلفة. واقف على البحر عم اخد سلفي، عايريني الجربة وطعمة خلفي، سوري أنا سوري بلا وطن رح صفي، كله عم يرفس وعم ياخد خلفي سلفي، داعش وحالش والاقتلاف المخصي، نفس الخ** والريحة مختلفة، روسيا وأمريكا والمجتمع الدولي كمان نفس الخ** والريحة مختلفة.